اهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد. بهذا الفيديو راح نسولف ونجاوب على سؤال: هل اكو تعارض بين علم النفس والدين؟ راح اقول لك الاجابه هي لا، ماكو تعارض، بالعكس اكو ترابط قوي بين علم النفس والدين. شلون؟ من خلال انه يعني علم النفس يساعدك في تحقيق اهدافك الدينيه اللي انت تريد توصلها. يعني شلون؟ يعني اذا انت كنت تريد تلتزم الصلاه والتزامك كان قليل، فعلم النفس عنده طرق الكثيره لمساعدتك في هذا الشيء. ومثلا اذا انت كنت تكذب، فعلم النفس ايضا عنده الطرق الكثيره لتعديل هذا السلوك وجعلك يعني تلتزم بالصدق. ومثلا اذا انت كنت تشرب الكحول، فعلم النفس عنده الطرق الواسعه والكثيره اللي بحثها واثبت فعاليتها، يقدر يساعدك ايضا في التخلص من هذه العاده وهذا السلوك. وعلم النفس ايضا يقدر يساعدك في حاله انه انت كان عندك افكار جنسيه ويعني رغبات غير طبيعيه وزائده عن الحد، فعلم النفس ايضا يقدر يساعدك في التخلص منها والسيطره عليها وجعلها بالمستوى الطبيعي للإنسان السوي. وكل هذا وأكثر يقدر يسوي علم النفس، ولكن إحنا نحتاج نوعي أكثر حتى الناس يعرفون هذا التخصص ويعرفون فائدته ويلتجئون إلى المتخصصين به بدلا من الالتجاء إلى الغير موثوقين والغير متخصصين والدجلة. وإذا تريد تعرف أكثر عن علم النفس وعن علم النفس السريري، فأنصحك بشدة بمتابعة صفحة إراكي كلينيكال سايكولوجيست اللي سويناها حديثا. كانوا وياكم مصطفى كمال، وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة.